بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعة، أهلا وسهلا بحضراتكم. وبنتكلم عن السماد الحيوي. إيه هو أولا السماد الحيوي؟ أنت عندك تقريبا 3 أنواع من الأسمدة، إن كان الأسمدة الحيوية أو الأسمدة العضوية أو الأسمدة المعدنية. تمام، الأسمدة المعدنية اللي احنا عمالين بنرتب لحضرتك في جداول ليها دي، وبنقول إن عندك سوبر فوسفات وعندك بوتاسيوم وعندك السلفات البوتاسيوم وعندك نترات البوتاسيوم وعندك حمض الكبريتيك وحمض النتريك ونترات الكالسيوم، كل الهلوم جرة دي أسمدة كيميائية. تمام، والأسمدة الكيميائية ده هي زيها زي أي حاجة، إذا استخدمت بإسراف هتكون ضارة على صحة الإنسان وحتى ضارة على الاقتصاد بتاعك أنت كمزارع. تمام، وإذا استخدمت بعناية واستخدمت بمقادير فعلا كويسة هتكون النتيجة إيجابية وهيكون فيها توفير، والصحة بتاعت الإنسان هتكون كويسة، حتى اللي هو بياكل الخضروات أو المنتجات اللي هي خارجة نتيجة استخدام الأسمدة الكيميائية ده هي. تمام، والأسمدة العضوية ده هي سيادتك اللي انت بتضيفها، سواء ان كان الكومبوست او ان كان السماد البلدي اللي انت بتضيفه، ابقار، ابل، بتاع ماعز، ان كان اغنام، كل دي أسمدة، ان كان دجاج، ان كان حمام، كل دي بنسميها أسمدة عضوية. تمام، في بقى أسمدة تانية بسموها السماد الحيوي، والسماد الحيوي ده يا جماعة عبارة عن باختصار شديد خالص كده كائنات حية دقيقة، ممكن تكون بكتيريا أو خلافه. الحاجة ده هي بناخدها وبنعامل بها التربة، إما تتحقن مع التربة أو بتضاف نصر على التربة أو بتتعمل بتتخلط مع التربة أو بتتخلط مع البذور. تمام، ودي لما بتتخلط مع البذور دي بيبقى لها حاجة يا جماعة، إما إن هي تثبت لي مثلا عنصر زي عنصر النيتروجين، ممكن حضرتك إن هي هتعمل لي تيسر لبعض العناصر اللي موجودة في التربة في صورة غير ميسرة. تمام، لأن يعني في صورة ميسرة للعنصر وفي صورة غير ميسرة، وبالفلاحي خالص قلت لك الصورة الميسرة للعنصر اللي هي كيلو كباب مشوي كلته تمام التمام، ده صورة ميسرة. الصورة الغير ميسرة ايه؟ انت جبت كيلو لحمة من عند الجزار عشان ده تقدر تاكله كده، ما تقدرش تاكله كده. تمام، يبقى عشان تاكله لازم يحصل له ايه؟ لازم تسويه، اما تطبخه، اما تعمله كفتة، اما تعمل اللي انت عايز تعمله. المهم ان هو يتحول بالنسبة لك انت كإنسان من صورة غير ميسرة اللي هو كيلو اللحمة الني ده، انك انت تسويه يبقى صورة ميسرة. هو العنصر في التربة كده ساعات بيبقى في صورة غير ميسره نتيجه ارتفاع البي اتش مثلا بتاع التربه اللي هي الحموضه يا جماعه بتاعت التربه. تمام، وقلنا نقطه 7 دي بتكون هي النقطه اللي هي بتكون نقطه التعادل. تمام، بتاعت البي اتش اللي تحت منها حامضي وده ممتاز جدا بس ما يكونش قوي يعني نازل قوي. تمام، اللي فوق منها بيكون قلوي او البي اتش بتاعه عالي. تمام، فلما البي اتش بيعلى بيحول لي العنصر ده هو بدل ما كان كباب بيرجعه تاني كله لحمه زي اللي انا شفته من عند الجزار. هو الامور كده. تمام، ده انا بجيبها لك بالفلاحي خالص. تمام، السماد الحيوي زي ما قلت لك هو هيحول لي، ممكن يحول الفوسفور، ممكن يحول البوتاسيوم، في بكتيريا مذيبه للفوسفور، في بكتيريا مذيبه للبوتاسيوم، في بكتيريا مثبته للازوت الجوي، الازوت الجوي اللي بيحصل في محاصيل البقول. بمعنى ان انا لما بجيب مثلا تأويل فول، تأويل بسله، تأويل الفاصوليا، تأويل البقوليات يا جماعه عموما، بروح اقول لهم يا جماعه انا عايز مخصب حيوي في معهد البحوث، بيدوني مخصب حيوي ده اهو، بيبقى محمل بكتيريا محمله على بكتيريا اسمها الازوتوباكتر، بتبقى محمله على بيتموس مثلا في كياس كده اهوت، ويقول لك خد الكيس ده اهوت واخلطه مع التأوي بتاعتك. بتخلطه مع التأوي بتاعتك طريقته ايه؟ انك انت بتمسك شويه التأوي بتاعتك، تمام، وبتعقد فنجان سكر كده او نص لتر سكر، ميه بسكر، تعقده تغليها وتسيبها لما تبرد، بتضيف عليها الايه؟ بتضيف النص كيلو السكر المعقود ده اللي هو في ميه محلول سوليوشن، بتضيفه على التأوي بتاعتك. عشان ليه ميه بسكر؟ عشان تلزق، او عسل مثلا او صمغ بتضيفه على التقاوي عشان يلزق فيها البكتيريا ده هي. تمام، البكتيريا دي بتمس، بتمس فاهمني، بتمس. تمام، بتبقى محملة على بتخلط كيس البتمس ده هو، تمام، على
التقوي بتاعتك، فبيلزق فيها بواسطة السكر أو العسل أو الصمغ اللي أنت حطيته دهوت، وبتقوم زرع الأرض، بتزرعها طبعًا الصبح بدري عشان البكتيريا دي ما تتعرضش للشمس، لأن لو تعرضت للشمس يا جماعة بتموت، تمام؟ وبتروي بعد الزراعة على طول، ماشي؟ عندك الناس بتزرع وأنت المية شغالة وراهم، أو أنت بتزرع مثلًا بيفوت، مثلًا بتزرع بيفوت أي حاجة بقولية فوراك البيفوت شغال أو أيًا كان يعني، تمام؟ دي كل القصة، تمام؟ في بكتيريا مثلا انا اشتغلت في الدكتوراه على استخدمت ان انا استخدم معدن الفلسبار. الفلسبار ده يا جماعة والمايكا دول معدنين اوليين للبوتاسيوم، لعنصر البوتاسيوم، فانا حبيت استخدم البوتاسيوم لبنجر السكر ولايه كمان والبطاطس، تمام؟ فحليت حطيت شو الربع الاسمدة، حطيته ما يعادلهم حطيته في الاسبار، تمام؟ جبت معدن الفلسبار اشتريته من الشركه اللي في مدينه السادات بتاعه الاهرام للمعادن دي او للتعدين، وجبته وخلطته مع التربه بتاعتي وحطيت عليه البكتيريا المذيبه ليه اللي هي اسمها الباسيلس سيركيولانس، حطيتها وزي ما بقول لكم كده عملت. فطبعا كانت النتيجه ان فعلا السماد الحيوي اذا استخدم بكميه بسيطه يديك نتيجة، أما هتحلل لي إحلال كامل ده اللي إحنا ما يعني ده أنا ما سمعتش عنه، وأنا بعرض قدامك على الشاشة هو كل الأسمدة الحيوية اللي هي موجودة، اللي كان البلوجين ولا الميكروبين ولا الفسفورين أو السريالين، كل دي يا جماعة أسمدة اللي هي الأسمدة الحيوية، إن كانت بقى بكتيريا أو خلافه، دي بتوفر في الفدان ممكن 10 15 20 في أقصى الحدود يعني. أما إن حد يقول لي والله السماد الحيوي ده هو هيحل محل الأسمدة المعدنية، ده كلام بصراحة يعني عليه مليون علامة استفهام، وأنا شخصيا اشتغلت وفي تجربة دكتوراه، مش حاجة يعني وخلاص، وكان عليها 4 أساتذة مشرفين عليها. فالقصة مش بالسهولة دي، ان انا اقول لك والله اللتر الحيوي ده هو هيعمل لك الدنيا، لا لا مش هيعمل القصص دي كلها. في اوروبا بيستخدموا السماد الحيوي، في اوروبا بيستخدموا السماد الحيوي، تمام؟ ولكن السماد المعدني عندهم قد ايه؟ عندهم السماد المعدني بيبقى النسب بتاعته قليلة، يعني مش 20 20 20، لا ده تلاقيه 5 5 5. انا في ناس سوريين اساسا حاليا في المانيا بيستخدموا اسمدة كده 5 5 5، تمام؟ انت عارف 5 نيتروجين 5 فوسفور 5 المتعادل عندهم كده، مش زي عندنا 20 20 20 كميتنا عالية، عندهم 4 أضعاف لو بيستخدم بقليل وبيضيف الحاجات ديت وبيضيف عضوي وأرضه أساسا عضوية، فبالتالي الأمور بتمشي معاه، تمام؟ أما أنا عندي هنا الأراضي بتاعتي قلوي، التثبيت عالي، وفي الآخر هتقول لي والله أنت بتخسر فلوس مليارات بتصرفها في الأسمدة المعدنية وفي الأحماض وبالتالي أنت ما بتجيبش نتيجة، لا هنا وبنقول اقف، لازم تكون واضح في المعلومه بتاعتك. السماد الحيوي ليه مقدره معينه، ليه نتيجه معينه، بس ان هو يكون كل حاجه هي ديت الاعتراض عليها يا جماعه، تمام؟ بمعنى برضو ان انا بالنسبه للسماد الحيوي ده هو ممكن اضيفه مفيش اي مشكل خالص، بس يوم ما اعمل تجربه واقول ان هو حل مكان الاسمده الكيميائيه وان انا اطلع الاسمده الكيميائيه في السوق، لا في الحاله ده هي هقول تعالى في ارض صحراويه خالص واقول الدنيا تمشي ازاي، ما اروحش اعمل تجربه في ارض المنوفيه، ما اجيبش فلاح واقول له انت عملت ايه، يقول لي انا عملت كذا كذا كذا، ما اجيبش برنامج اصلا ممول واقول والله انت عملت ايه، اقول لي لا لا ده انا عملت كذا وجاب نتيجه كذا. جماعه انا حضرت والله العظيم اقسم برب الكعبه، انا حضرت شركات كان مدير التسويق نفسه بيلبس برنيطه وبيعمل فيها فلاح، اقسم بعزه جلال الله، مدير تسويق شركه يعمل فيها فلاح، يتقمص دور فلاح ببرنيطه ايه ده يا عم، في واحد هو في ايه، فاهمني؟ فده وضع مش طبيعي، فاهمني؟ يعني الناس يعني ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، حاجة غريبة الشكل يعني. فنقول الحقيقة والرزق على الله، فهمني؟ السماد الحيوي يحل، يحل يقلل شوية، بس إن هو يشيل الأسمدة الكيميائية خالص وإن أنا أستخدمه هو، لا يا عم تعال استخدم الأسمدة الكيميائية واستخدم الأسمدة المعدنية واستخدم الأسمدة المعدنية واستخدم الأسمدة العضوية مع الحيوي، وجبة متكاملة، اعمل ميكس بينهم الثلاثة،
يبقى انت كده قللت المخاطر بتاعتك على تلوث التربه، تلوث المياه الجوفيه، على تلوث الانسان، على الامراض اللي رايحه للانسان نتيجه استخدام الجرعات العاليه من الكيماويات، وان الناس وبين ان انا وبين ان انا استخدم كيميائي خالص. يبقى في توليفه كده، سماد عضوي مع سماد حيوي مع سماد كله، خد بالاسباب الثلاثه، قلل في السماد المعدني شويه، قلل فيه، خليه مثلا هو 50%، خلي 25% من احتياجاتك. يعني مثلا سي فدان ذره، مثلا فدان ذره هياخد 100 كيلو ازوت، تمام، 100 كيلو ازوت. طب يا عم جيب من الحيوي شويه، تمام، جيب من الحيوي 25، وجيب من المعدني من العضوي 25، وجيب من المعدني 50. اعتقد ان لا يمكن الانسان يحصل له تلوث، لا يمكن الانسان يحصل له اي مشكله، الانسان اللي هيتغذى على الخضر دهيت او على الحبوب دهيت لا يمكن هيحصل له مشاكل صحيه، او ان الفلاح هيتضرر جامد من القصه دي. سنه عن سنه تزود الخصوبه بتاعتك هتبقى الامور كويسه، ينفع معاك الامور اكتر في الاراضي القديمه، اراضي دلتا مصر كويسه جدا.